عندي بطاطا شرايح، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل وزعتر وروزماري، ملح وفلفل تاني. انت مش عارف حكايه الملح، انت بتكتر ملح وفلفل ليه في المنيو ده؟ وبعد كده عندها هنقدمها مع صدور الفراخ المشويه بالاعشاب. بعمل صدمه للبطاطس بتاعتي الاول بسيطه، وبعد كده هشوف هنعملها ازاي مع حضراتكم. نصلي على النبي قبل كل شيء. طبعا بتقول لي منين مشويه ومنين بتعمل لها صدمه؟ ما انا طالما قشرتها ودخلتها شوي هتتهري مني، ما يبقاش ليها شخصيه. طب اعمل ايه؟ اعمل لها صدمه هنا وبعدين اكمل شويها؟ ما تقلقش معايا يا حبيبي، حاضر، انا عامل حسابك والله في الفراخ اللي انت عايزها. قال لي انت شكلك هتلوش كده. عندي هنا ده حبه الفراخ بتوعي دول اهم، ادي توم باودر وادي بصل باودر كده، وادي شويه زعتر فريش اهو. خلي بالكم بس معايا والنبي عشان النهارده يوم جميل. وادي حبه ملح. يبقى نعمل ايه بقى يا سيدي بالتتبيله الحلوه دي اهو؟ نبرنقها عشان تطلع فينجر. الله يسامحك انت بتسخر مني. طيب كده هنا هنعمل حبه التوم دول مع حبه زيت زيتون، نضربهم في الخلاط. ده التوم بتاعي اهو، توم كرانكستر اهو، فاكر الفيلم ده زمان؟ كده ننزل بالدجي مفروده، مش عايز اتنيها عشان تبقى زي ايه البطاطا. ادي توم باودر، بصل باودر، روزماري، زعتر، ملح، فلفل. وبعد كده في ايه يا سيدي؟ دبس الرمان. صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ده اللي احنا عاملينه حدانة. ده اللي احنا عاملينه حدانة. شفت الجمال يا باشا؟ الريحة اللي الوكيل طالعة اهبل. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ عشان كله يشرب من بعضه. نقلب كده 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 اهو. اتفرج على حلاوه حلاوه، دي بلدي ونجاوه نجاوه اهو.